بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي في منصة مدرسة التميز النموذجية. معنا اليوم بإذن الله تعالى درس من دروس مادة القرآن الكريم من سورة الفجر من الآية 15 إلى الآية 20 إن شاء الله بإذن الله تعالى. نراجع أولا الآيات السابقة ونستمع أيضا إلى الآيات الجديدة. نستمع إلى القارئ جيدا، أرجو الانتباه والنظر جيدا ومراعاة الأحكام والحركات والكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والفجر. وليال عشر. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما.
وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العظيم. استمعنا إلى الآيات. أما شرح الآيات يا أولاد، فلا يظن الإنسان أن الله عز وجل إذا ابتلاه، يعني إذا أكرمه ونعمه، أن هذا ابتلاء. لا يظن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أكرمه ونعمه أن الله يحبه، لا، هذا ابتلاء لينظر هل يشكر أم لا. أيضا الآية الثانية، لا يظن الإنسان أنه إذا كان فقيرا ليس معه مال ولا ليس معه مثل الآخرين من منازل جميلة وسيارات فارهة أن الله عز وجل يكرهه، لا. انظر ماذا قال الله، قال ابتلاه، يعني اختبره وهو غني واختبره أيضا وهو فقير. فلا يقول الإنسان إذا كان فقيرا أن الله أهانني، ولا يقول الإنسان إذا الله أكرمه سبحانه وتعالى أو أجعله غنيا أن الله أكرمه، إنما هذا ابتلاء عز من الله سبحانه وتعالى. أما الحقيقة التي تعرف بها أن الله يحبك هو طبعا أنك تفعل الخيرات. انظر إلى هذا، هذا غني جدا عنده قصر، وهذا فقير جدا ليس عنده شيء. الاثنان سوف في نهاية الأمر يدخلون القبور، فمن يفرق بينهما؟ هل ها الدنيا كما نرى؟ لا، الذي يفرق بينهما هو العمل الصالح. أول شيء إكرام اليتيم، بعد طبعا ما تؤدي الصلاة المكتوبة عليك وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أول من الأعمال الصالحة التي تدل على أن الله يحبك، أنك تكرم اليتيم الذي فقد أبويه. ثانيا أن تطعم المسكين الذي ليس معه مال. ثالثا ألا تأكل مال أخيك أو مال أختك. طبعا الميراث يا أولاد وهو ما يتركه الأب والأم بعد وفاتهما، فالثروة التي يتركها يأخذها الأبناء، فلا يأخذ القوي مال الضعيف، ولا يأخذ الولد مال البنت، هذا حرام شرعا، فتؤدي المال بحقه. أيضا تحب المال، هذه صفة طبعا ليست حسنة أنك تحب المال وتنفقه على نفسك فقط، إنما الله عز وجل يحب أن تحب المال لتنفقه في سبيل الله وتنفقه على أهلك. طبعا معنى الآيات يا أولاد أن الله سبحانه وتعالى أعطى الناس أشياء ليختبرهم بها، ومنع أشياء من الناس أيضا ليختبرهم بها، لكن الذي يريد أن يعرف الحقيقة هي أن الله إذا كان يحبك فكيف الدليل؟ الدليل أنك تصلي، أكرمك الله بأنك إنسان ملتزم، تصلي، تؤدي الزكاة، تطعم المسكين، تكرم اليتيم، هذا دليل على أن الله يحبك فيسر لك هذه الأعمال. وهذا ما ترشد إليه الآيات، أن الغني والفقير امتحان من الله لعباده، الغنى والفقر امتحان من الله لعباده. يجب على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأن يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل من أي شيء سيء، من مثلا فقر أو مرض أو هذه الأشياء. من الإسلام ومن الأخلاق ومن الإيمان أن تكرم اليتيم وتحض على طعام المسكين وهكذا. الالتزام بتشريع الله في المواريث، عندما تكبر وترث يصبح معك مال كثير، لا تأكل حق أخيك أو حق أختك، إنما تؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيهما. من طبيعة الإنسان عندك اختيارات، أنه دائم الشكر، قليل الشكر، كثير الشكر. طبعا الإنسان قليل الشكر وقليل من قليل من الناس من يداوم على شكر الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد ولك الشكر. أيضا إذا أصيب الإنسان بالفقر يكون ذلك دليلا على حب الله أم غضب الله أم امتحان الله. نعم، امتحان الله واختباره له. هذا يا أولاد صورة من صور الدنيا وما فيها من جمال، فما بالك بالجنة؟ قولوا جميعا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. شكرا أبناء الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.